أهلا بكم إلى زوايا الحدث. قال المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إنه يحمل حزمة من المقترحات لبناء الثقة في مسعى لإحياء المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية. وقال ولد الشيخ خلال لقاء مع الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض إن المقترحات تتصل بالجوانب الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى وفتح حصار المدن بينها تعز. وكشف ولد الشيخ عن جهود تبذل لإعادة افتتاح مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القادمة لاستئناف عمل المنظمات بصورة مثلى. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى متى ستستمر تحركات ولد الشيخ المفرغة من الإنجاز؟ وإلى أي حد هي قادرة على إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية؟ أكد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي حرص الحكومة على دعم الجهود الأممية الرامية لتحقيق السلام الدائم والعادل في اليمن. وطالب المخلافي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم السماح للانقلابين بالمزيد من التمادي والتهرب من الحل السياسي. ليبقى التساؤل: هل ستأتي تحركات ولد الشيخ الأخيرة بالجديد الذي طال انتظاره؟ أم أن الفشل السياسي سيرافق مسيرة المبعوث الأممي؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير. جولة جديدة من المفاوضات الأممية الهادفة لإحداث اختراق في الجمود السياسي الذي يكتنف مشاورات السلام المتعثرة منذ أكثر من عام. بدأ ولد الشيخ جولته المكوكية من الرياض، حيث ناقش مع الرئيس هادي الموضوعات المتعلقة بالسلام وآفاقه المتاحة والممكنة حسب وكالة سبأ الرسمية. ووفق الوكالة فإن الرئيس هادي رحب بالسلام المبني على المرجعيات المعلنة، بينما أكد ولد الشيخ وجود حزمة من الأفكار الهادفة لبناء الثقة. وكان من اللافت تثمينه للجهود المبذولة من أجل استئناف مكاتب الأمم المتحدة عملها من داخل عدن. بنظر مراقبين فإن المبعوث الأممي يسوق جملة أفكاره السياسية تحت إطار المبادرة الإنسانية، وتتضمن المبادرة التي تحدث عنها ولد الشيخ أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي 5 ملفات رئيسية، وهي تعزيز سعة ميناء الحديدة، ورفع الحظر عن مطار صنعاء، ودفع مرتبات الموظفين، ورفع الحصار عن تعز، والإفراج عن الأسرى والمخفيين قسراً. فتح مطار صنعاء يبدو أشبه بمقايضة لانسحاب الحوثيين من الحديدة، لكن رفع الحصار عن تعز بنظر محللين هو الأمر الجديد، حيث أضحت تعز ضمن اهتمام الأمم المتحدة بعد أن ظلت رهينة اللامبالاة. لقاء هادي مع المبعوث الأممي تزامن مع لقاء آخر بين الشرعية وواشنطن، جدد فيه مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ساترفيلد دعم مساندة الشرعية في مواجهة الحوثيين والإرهاب. المساندة الأمريكية المعلنة للشرعية والسلام وتحرك الأمم المتحدة من زاوية الجوانب الإنسانية هذه المرة يطرح السؤال القديم الجديد: هل يمكن أن تسهم هذه التحركات في إحياء السلام ونقل اليمنيين من معارك السلاح إلى طاولة المفاوضات؟ أبدأ النقاش مع ضيفنا من القاهرة مستشار وزير الإعلام مختار رحبي. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام جميعا. في البداية، ما جديد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ هذه المرة؟ إسماعيل ولد الشيخ أحمد يحمل أفكار جديدة يحاول أن يناقشها مع الأطراف جميعا، وهو ابتدأ زيارة إلى المنطقة والتقى بفخامة رئيس الجمهورية هذا اليوم. هناك بعض الأفكار الجديدة التي يحملها، منها وقف إطلاق النار لفترة محددة وإتاحة المجال أمام الحل السياسي والسلمي، وكذلك فك الحصار عن مدينة تعز، وكذلك مناقشة الجوانب الإنسانية وموضوع أيضا مدينة الحديدة. بالتالي هي أفكار أعتقد أنها البعض منها قد تم مناقشته في السابق، والبعض الآخر لم يتم الإفصاح عن فحوى هذه الأفكار وهذه المبادرة التي يحملها إسماعيل الشيخ أحمد، لكنها تأتي في إطار تحريك المياه الراكدة التي مضى لها تقريبا أكثر من عام منذ آخر جولة للحوار والتي كانت في الكويت، والتي كانت قد قطعت شوطا لا بأس به، لكن للأسف الشديد أنها لاقت تعنت من الأطراف من الطرف الآخر، مع أن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة من أجل الوصول إلى حل سياسي وسلم وإنهاء الحرب وإنهاء الألم والأوجاع على أبناء الشعب اليمني. بالتالي أفكار إسماعيل الشيخ أحمد هي جديدة قديمة متنوعة يحاول من خلالها إقناع جميع الأطراف، وأنا أعتقد أن
فرصة الوصول للحل السياسي ما تزال متاحة. وتحدث اليوم فخامة رئيس الجمهورية أن يده ما تزال ممدودة للسلام وأنه يبحث عن السلام وأن الحكومة تريد الوصول في حقيقة الأمر إلى حل سياسي ينهي الحرب والأزمة في اليمن. وشارك أيضا معنا بالنقاش من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر مودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. هذه الأفكار المطروحة الآن ضمن تحركات ولد الشيخ الأخيرة إلى أي حد هي قد تكون مدخل مناسب لإيجاد تسوية قريبة؟ مساء الخير أخ سامي ومساء الخير لضيفك الكريم من القاهرة. يعني كما ما هو مطروح الآن وما المبعوث الأممي يتحدث الآن يحاول أن يسوق الأفكار تتعلق بمعالجة أعراض الحرب والأعراض الجانبية للحرب والتي أدت إلى مشاكل إنسانية كبيرة وكارثية على المجتمع اليمني، وهي مدخل في حال تم التقاطه من الأطراف المتصارعة أو بعض أجزاء من هذه المبادرات مفيدة على الأقل لتحريك أو لتخفيف الآلام على أهلنا في اليمن. هذا أهم ما في المسألة، لكنه ليس بالضرورة في الوقت الحالي. الأفكار لا تتطرق الآن لمفاوضات الحل السلمي، الأفكار فقط الآن تتعلق بمعالجة هذه الآثار السيئة للحرب. وينبغي على الحكومة، نقول على الحكومة لأنها هي الطرف الذي نطالبه بأن يتصرف كما يجب، ينبغي عليها أن لا تدخل في تدخل القضايا الإنسانية في مجال المساومات، بمعنى أن لا تكون هذه المسألة تخفيف الضغط عن هذه المنطقة مقابل تنازلات عن نقطة ثانية. ينبغي على الحكومة اليمنية أن تتصرف بمسؤولية تجاه الشعب اليمني في جميع مناطق اليمن. طيب ما هي هذه المسؤولية المطلوبة من قبل الحكومة؟ نتابع تصريحات سواء الرئيس هادي أو وزير الخارجية ترحيبهم بكل الجهود المطروحة لإيجاد حل سياسي. ما المطلوب منهم أيضا أكثر؟ وأيضا ما الذي ينبغي على الانقلابيين توفيره لإحياء العملية السياسية وإيجاد حل وإنهاء الأزمة؟ يعني ينبغي على الحكومة ليس فقط الحديث الإنشائي عن أننا مستعدون للسلام وغيرها من هذه الجمل الغير مفيدة. فيما يتعلق برواتب الموظفين، على الحكومة اليمنية أن تلتزم بدفع رواتب موظفي الدولة. هذا الأمر لا يعفيها من مسؤولية هذا العمل، حتى لو كان جزء من الإيرادات يأخذها الحوثيون، فليس من حقها أن تعاقب بقية موظفي الدولة الذي ليس لهم ذنب بأن تمتنع عن دفع رواتبهم. هذه أهم نقطة. الأمر الآخر، إعادة إصلاح ميناء الحديدة. ينبغي أن يعاد إصلاح ميناء الحديدة، يعاد تركيب الرافعات التي دمرت بسبب الحرب ليعمل الميناء بطاقته العادية، وأن لا يكون هناك أي شكل من أشكال المساومة حول هذه النقطة، لأن إصلاح ميناء الحديدة يخفف العبء على اليمنيين، لأنه يقلل من كلفة استيراد السلع ويسهل من عمليات إدخال السلع إلى المناطق التي هي تحت سيطرة الحوثيين، ولكن المتضرر من بقاء هذا الوضع هم الشعب اليمني. وبالتالي أيضا مطار صنعاء، ينبغي أن يفتح مطار صنعاء دون أي مقايضات ودون أي ممكن أن يضع هناك ضوابط لكي لا يساء استخدام مطار صنعاء من قبل الحوثيين، ولكن ليس من حق الحكومة أن ترفض فتح مطار صنعاء وتدعي بأسباب أخرى. لديها الحق بأن تطلب بأن تفتش الطائرات في أي مطار يمني آخر، وليكن بدل ما كان في بيشة في السعودية، لكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه هذه جريمة. الحكومة اليمنية تتحمل المسؤولية عن شعبها في هذه القضايا، إضافة إلى ذلك قضايا كثيرة ممكن نناقشها خلال البرنامج. طيب أعود للأستاذ مختار رحبي. أستاذ مختار، استمعت إلى كلام الأستاذ عبد الناصر المودع فيما يخص وجهة نظره بالنسبة للمواقف الصادرة من مؤسسة الرئاسة والحكومة الشرعية، تعليقك؟
الأستاذ عبد الناصر تحية له أولا. هو تحدث بنقاط كثيرة ومتعددة وتطرق إلى الوضع الإنساني والوضع المعيشي لأبناء الشعب اليمني وكذلك للرواتب، ولكن أيضا هناك إشكالية أنه ما تزال حتى هذه اللحظة هناك إيرادات مهولة ما تزال يتم دفعها للإنقلابيين في صنعاء، بالتالي الأعباء ما تزال كبيرة على الحكومة وهناك إشكالية حقيقية في مسألة دفع الرواتب، وما تزال حتى هذه اللحظة الموظفين التابعين للحكومة الشرعية حتى هذه اللحظة هناك تأخر في الرواتب لفترات قد تزيد إلى من 3 إلى 4 أشهر إلى أكثر من ذلك، لكن مع ذلك هذا لا يعفي الحكومة طبعا من أن يتم تسليم رواتب الموظفين في كل المناطق. الحكومة الشرعية هي المسؤولة الأول والأخير أمام الجميع، أمام المواطنين وأمام الموظفين بأن يستلموا رواتبهم. أيضا هناك إشكالية مطار صنعاء الدولي، والحكومة تحدثت في هذا الجانب كثيرا، وطبعا هناك حقيقة هناك معاناة حقيقية لأبناء الشعب اليمني في موضوع المطار، ولكن الاستخدام السيء من قبل الانقلابيين للمطار هو الذي دفع بالحكومة إلى أن يتم إغلاق مطار صنعاء ونقل الملاحة الجوية إلى مدينة عدن وكذلك إلى حضرموت، وهذا طبعا يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني كثيرا، ولكن نحن نعيش حالة حرب وحالة معاناة شديدة متكاملة في عدة جوانب. أما بالنسبة للوصول إلى الحل السياسي والسلمي، أعتقد أن الحكومة تتعامل بمرونة وليس فقط كلمة إنشائية، إنما تتعامل بمرونة قدر الإمكان، أنها تريد فعلا الوصول إلى حل سياسي وسلمي، ونحن مع الشركاء في التحالف العربي أيضا. الجمع يتحدث بما فيهم في المملكة العربية السعودية، تحدث خالد الجبير، تحدث قيادات متعددة في التحالف العربي أن القضية اليمنية لن يتم حلها إلا عبر الحوار، ولن يكون هناك حل آخر غير الوصول إلى الحل السياسي، وهذا آخر تصريح لوزير الخارجية السعودي. يبقى مناقشة القضايا الأساسية، لأننا في المشاورة الأخيرة في مشاورة الكويت كنا نتحدث عن القضايا الرئيسية، ولكن حينما ندخل في تفاصيل القضايا منها سحب الأسلحة وانسحابهم من المناطق يصل الجميع إلى طرق مسدودة في مسألة الأسماء، القيادات، تشكيل الألوية الجديدة التي تسحب الأسلحة، بالتالي الدخول في التفاصيل الدقيقة يجعل من القضية اليمنية مترامية ويجعل من الوصول إلى الحل السياسي في حقيقة الأمر صعب. يعني الحديث بشكل عام أننا نريد السلام، نريد أن نوصل السلام، هذا حديث سهل، ويمكن الحديث عنه أمام وسائل الإعلام، ويمكن الحديث عنه أمام المؤتمرات الدولية، وكذلك القادة السياسيين يتحدثون بكل سهولة، ولكن تفاصيل القضية اليمنية والتفاصيل الدقيقة للأزمة اليمنية هو الذي يعكر الوصول إلى حل سياسي وسلمي، إضافة إلى تطرف الطرف الآخر الذي لا يريد الانسحاب، لا يريد تسليم الأسلحة، لا يريد تقديم أي تنازلات، لا يريد حتى أيضا القيام بمسؤولية إنسانية تجاه أبناء الشعب اليمني، إنما يهمه لا يهمه أبناء الشعب اليمني، لا يهمه إيقاف الرواتب، لا يهمه إيقاف المستشفيات، بالتالي هذه الميليشيات لا يهمها أن نصل حتى إلى حل سياسي، لأنها ميليشيات جاءت بواقع حرب وهي متعودة على الحروب، متعودة على التمرد، وهي خاضت 6 حروب على الدولة وأكثر من 10 حروب أخرى بين القبائل وكذلك في دمج حربين وغيرها من الحروب، بالتالي الحكومة تقول أنها مستعدة للوصول للحل السياسي بعكس الطرف الآخر الذي يرفض حتى مجرد التعاطي، مجرد التطليعات الإعلامية يرفض الوصول أو الحديث عنها، وهو الذي حاول اغتيال إسماعيل الشيخ أحمد في صنعاء، وأيضا قام بتصريحات كانت مستفزة، ورفض كل المبادرات ومنها مبادرة تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، رفض التعاطي معها. أنقل الحديث للأستاذ عبد الناصر الوداع. أستاذينك أستاذ مختار، إذن استمعت إلى رد الأستاذ مختار الرحبي، أنت ربما نظرت إلى أستاذ عبد الناصر لمقاربة الشرعية للحلول والمقترحات والأفكار المطروحة بأنها ربما إلى حد ما تشبه الحالة الإنشائية، ماذا عن الانقلابيين مقاربتهم لكل ما يطرح من حلول الأفكار، كيف تبدو لك؟ يعني الانقلابيين تحديدا الحوثيين الذين هم فعليا مسيطرين على السلطة في صنعاء، لا نتوقع منهم أن يكونوا إيجابيين، ولا أيضا نطالبهم لأننا لا نعترف بهم، وليسوا هم سلطة شرعية، هؤلاء خارج العملية كلها، هؤلاء متمردون، هم فعليا الآن دخلوا في إشكالية اختلقوها بأنهم لن يتحدثوا مع المبعوث الأممي واتهموه بأنه متحيز، كما أنهم أيضا بدأوا يتهمون نائبه الذي عين مؤخرا بأنه متحيز، وهذا يشير إلى أن لديهم تكتيك
واضح بأن يماطلوا وبأن يلغوا أي فكرة للحوار من خلال خلق مشكلة مع الممثل الأممي والموظفين الآخرين في إلى جانبه بهدف واضح تماما وهو تعطيل عمليات الحوار. وبالتالي ليس هنا مجال أننا نتحدث ما عليهم أن يفعلوه، هو ما عليهم أن يفعلوه هو أن ينسحبوا وأن لا يبقوا مسيطرين في على أي شبر من اليمن، هذا هو المنطق. لكن أعود إلى نقطة أثارها الأخ مختار، وهي تثار بشكل كبير من قبل الحكومة، وهي قضية أنهم لن يسلموا الإيرادات إلا المرتبات إلا حينما يسلم الحوثيون الإيرادات التي يتحصلون عليها. أولا، حجم الإيرادات هناك مغالطات كبيرة تقوم بها الحكومة لسوء الحظ، تقول بأن الإيرادات تشكل أكثر من 60% من إيرادات الدولة، وهذا الكلام غير صحيح. وفقا لميزانية 2014 الذي هي آخر ميزانية للحكومة اليمنية، ميناء الحديدة وجمارك ودخل إجمالي الدخل في ميناء الحديدة من الجمارك والضرائب وغيرها لم تتجاوز 94 مليار ريال في العام، بمعنى أنه أقل بكثير من المبالغ. طيب، هذه المبالغ وإن كانت بسيطة بالنسبة لك أستاذ عبد الناصر، هي إلى حد ما قادرة ربما على حل جزء من مشكلة الرواتب في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابين. لماذا لا يسلموا رواتب الناس ويستشعروا المسؤولية؟ هذه عصابة مستولية على السلطة، لن تسلم. يعني هي أخذ وبالتالي ما الطريقة الأمثل للتعامل معهم؟ كرهائن. هل على الحكومة ألا تتعامل بهذا المنطق؟ هذا ليس منطق حكومة مسؤولة، هؤلاء موظفي الدولة هي مسؤولة عنهم. من الممكن أن تستبعد في المرحلة الحالية صرف مرتبات الجيش والأمن لأن جزء منهم يقاتلوا مع الحوثيين، لكن الموظفين المدنيين ما ذنبهم؟ حتى لو كان الحوثي بيأخذ جزء من هذه الموارد، الحكومة بتدعي بأنها ليست قادرة على تلبي كافة المتطلبات. هذه أيضا من مسؤوليتها، عليها أن تبحث عن موارد من دول التحالف تحديدا السعودية والإمارات. كون هذه الدول بسبب الحرب توقف المورد الرئيسي، المورد الرئيسي الكل يعرفه ليس الجمارك ولا الضرائب، هذه كلام فاضي. الحكومة أول من يعرف هذه الحقيقة، ولكنهم يكذبون ويقولون الموارد الرئيسية هي في الموانئ، وهذا غير صحيح. ميناء عدن أستاذ عبد الناصر، عدنا إلى موضوع الحلول السياسية المطروحة الآن. أستاذ عبد الناصر، طرفي الانقلاب في صنعاء، من أين يستمد هذه الحالة التي تمدهم ربما بحالة المماطلة والتهرب من كل الأفكار المطروحة؟ ولماذا الأمم المتحدة لا تقوم بأي شيء لإلزام هذه الأطراف بالاحترام والالتزام بمقرراتها وقراراتها؟ يعني بس خليني أكمل لك النقطة الأصلية. الحكومة إيرادات منفذ الوديعة مع ميناء عدن خلال العام لم يتجاوز 100 مليون دولار، وهو تحت سيطرة الحكومة. فعلى الحكومة أيضا أن تكون واقعية، إذا كانت هذه المنافذ الرئيسية لم تصل إلى 100 مليون دولار، كيف تتخيل أو تطالب بأن الحوثي لديه موارد ضخمة؟ هذه فقط حجة لتتهرب من مسؤوليتها. ولهذا أنا أعود إلى هذه النقطة، لأن هذه النقطة مهمة جدا. على الحكومة اليمنية أن تسلم رواتب موظفي الدولة المدنيين والمتقاعدين، هؤلاء ليس لهم ذنب. حتى لو كان الحوثي بياخذ جزء من الايرادات ليس على الموظفين اي ذنب بسبب الحوثي. عليها ان تبحث عن موارد، ان تقترض من الدول الخليج، ان تحصل على مساعدات، ان تستخدم ما لديها من موارد من مبيعات النفط في مارب وفي حضرموت، وتدفع رواتب الموظفين. هذه النقطه الاصليه التي يجب على الحكومه اليمنيه ان تقوم بها. سؤالك فيما يتعلق من لماذا لا تقوم الأمم المتحدة، طبعا تعرف الأمم المتحدة ولماذا طرفي الانقلاب كل هذا التهرب والمماطلة وعدم التعاطي الإيجابي مع كل الحلول والأفكار؟ يعني كما ذكرت لك، احنا الآن لسنا بصدد أن نطالبهم بأن يكونوا أخلاقيين، بأن يكون الحوثي أن يتحمل مسؤولية. لو كان عنده مسؤولية ما كان سيطر على الأرض وألغى العملية السياسية، وبالتالي هذه المطالبة لا معنى لها. أيضا الأمم المتحدة ليس لديها أي وسائل للضغط فعلية خاصة على الحوثيين،
ليس لديها أكثر ما لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن هو فرض العقوبات على الأشخاص المصنفين على أنهم معرقلين العملية السياسية، وقد تم وضع بعض قادة الحوثيين ضمن هذه القائمة، لكن هذه لن تؤثر ولن تؤثر عليهم. أيضا ليس الأمم المتحدة لا قوة عسكرية وليس لديها أكثر من هذه الضغوط المعنوية والضغوط الاقتصادية، وهذه حتى الآن لم تجدي ولم تؤدي إلى أي شكل من أشكال الحلحلة على الحوثيين. حتى الآن لا يستطيع المبعوث الأممي أن يطالب مجلس الأمن بأن يوجه النقد بشكل صارخ للحوثيين، وأن يدين أيضا رفضهم والتعامل مع مبعوث الأمم المتحدة، لأنهم بهذه الصورة يعرقلون أي خطوة نحو السلام، نحو أي مفاوضات حقيقية. كونهم يرفضون التواصل مع مبعوث الأمم المتحدة أو أي شخص من طرفه، هذا يعتبر نوع من الهروب والرفض للعملية التفاوضية بشكل عام، وبالتالي يجب إدانتهم. حتى الآن لم يتجرأ المبعوث الأممي أن يعلن هذا الأمر بشكل صريح وواضح، وأن يطلب من مجلس الأمن أن يقوم بهذا الفعل، لأنه يخشى أن هذا الأمر سيؤدي إلى إضعاف موقفه وإلى أن يتعنتوا بشكل أكبر، فيما هو يدرك والكل يدرك بأن مجلس الأمن ليس لديه أيضا إجراءات رادعة وحاسمة ستجبر الحوثيين بأن يغيروا من سلوكهم هذا تجاه المبعوث الأمين العام. سأعود لك أستاذ عبد الناصر، أعود للأستاذ مختار رحب. أستاذ مختار، إذن في ظل حالة الضعف ربما أو المرونة في التعاطي من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة مع الحالة اليمنية، ما الذي يمكن الآن مع هذه التطورات الأخيرة أن يأتي بالميليشيا إلى طاولة المفاوضات ويجعلها تتعاطى إيجابيا مع هذه الأفكار والمقترحات؟ طبعا هي تمر بأزمة، نحن الآن يعني لا نغفل الجانب الذي تعيشه أطراف الانقلاب والميليشيات في مناطق السيطرة، يعني هم يعيشوا في فترة ضعف، يعني لم يستطيعوا الإيفاء بتعهداتهم، لم يستطيعوا دفع الرواتب، أيضا وضعهم العسكري في تراجع، بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن البهرجة وبعيدا عن ما يروجه إعلامهم، هم يعيشوا في لحظات ضعف، في لحظات انكسار، في لحظات أيضا إشكاليات متعددة ما بين علي عبد الله صالح والحوثيين الذين يحاولون أيضا إزاحة طرف المؤتمر الشعبي العام التابع لعلي عبد الله صالح من المشهد السياسي، وهذا ما بدأ واضحا في العاصمة صنعاء والمناطق التي يسيطرون عليها، بالتالي هم يعيشون في حالة ضعف وفي حالة انكسار وفي حالة تشظي وانقسام واضح. لكن هو من يعيش حقيقة حالة الضعف والانكسار هو المواطن، فبالتالي الشرعية إلى أي حد هي الآن هي مراهنة على هذه الحالة، على أزمة الحوثيين في دفع الرواتب والأزمة الإنسانية؟ نعم أخي سامي، نحن نتحدث أن 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 بالنسبة لميليشيات الميليشيات كما قلت لك مسبقا هي لا تعي مسؤوليتها ولا يهمها ما يعاني الشعب اليمني، هذه مسؤولية إنسانية أمام الشعب اليمني، هي تتحملها المسؤولية الحكومة الشرعية التي هي مسؤولة إنسانيا ومسؤولة أمام المجتمع الدولي، مسؤولة أمام المواطن عن توفير كافة الخدمات، عن توفير الأمن، عن توفير الرواتب، عن توفير كافة متطلبات الحياة للمواطن اليمني كضرورة وكعمل أساسي من عمل السلطة وعمل الحكومة في كل أنحاء العالم وليس في اليمن بشكل خاص، لكن نحن نعيش لحظات فارقة ولحظات عصيبة والجميع يعرف الواقع الحقيقي بالنسبة لليمن، لكن مع ذلك نقول أن إذا كان الحل يعني بالإمكان أن يكون الحل عن طريق الحل السياسي فهو أقصر الطرق، وإلا فإن الطرف الآخر هو الذي يجبر الحكومة ويجبر التحالف على خوض مسارات أخرى قد تكون أكثر إيلاما وقد تكون الضريبة مرتفعة، ومن يدفع الثمن في الأول والأخير هو بالفعل المواطن اليمني الذي يدفع ضريبة باهظة وكبيرة ومتعددة في كافة الجوانب الإنسانية في اليمن. الوضع الإنساني والمعيشي سيء ويزداد كل يوم يتأخر فيها الحلول بالنسبة لليمن، يدفع ثمن ذلك المواطن من قوته ومن كافة مناحي الحياة في اليمن. الوضع المعيشي يزداد ويتدهور يوما عن آخر، وهو ما يجعل الحكومة ويجعل المجتمع الدولي ويجعل الأشقاء في دول التحالف العربي ودول الخليج أيضا أمام مسؤولية تاريخية ومسؤولية أمام الله تجاه الشعب اليمني الذي يعاني أشد المعاناة ووضعه يتدهور من يوم إلى آخر. أشكرك جزيلا مختار رحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من القاهرة. أختم مع ضيفي من الأردن أستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، عندما تتحدث أنت الآن ربما عن ما يخص طرف الانقلاب، لاحظت أنك ربما تركز فقط على الحوثيين، وهناك تحييد ربما
طرف صالح، لماذا وهل لم يعد فاعل وربما مؤثر فيما يحصل؟ يعني منذ البداية صالح هو ضعيف وهو لم يعد يمتلك السلطة، السلطة الفعلية استولى عليها الحوثيون عندما سلمت لهم صنعاء في 21 سبتمبر، واستمروا يجرفوا موظفي الدولة التابعين لجميع الأطراف بما فيهم طبعا الحزب المؤتمر الشعبي، وتغلغلوا في مؤسسات الجيش والأمن والقضاء. يعني عمليا من يمتلك السلطة هو الحوثيون، وعلي عبد الله صالح كان يتبجح ويحاول أن يدعي بأنه لا زال قوي، وكان خصومه الرئيس هادي وحزب الإصلاح وكثيرين يبالغوا في تضخيم دوره لأسباب كثيرة، جزء منها لا يريدوا السعودية أن تفتح قنوات اتصال معه، ولهذا تم تضخيم دوره رغم أنه دوره هامشي أصبح في بعض المناطق كان له دور، كان القوات التي كانت لا زالت تتبعه كان في تعز وفي عدن في فترة من الفترات في الحديدة في بعض المناطق، ولكن في صنعاء وحول صنعاء تم تجريف قوة علي عبد الله صالح وهو تحت رحمة الحوثيين منذ سيطرة الحوثيين، وحتى الآن كل يوم هو أضعف وإلى حد كبير ولم يعد فاعل. نعرف عندما يتم إلقاء القبض على أي حد في صنعاء لا يتم إلقاء القبض عليه من قبل الحوثيين، هم الذي يعتقلوا هم الذي يفرجوا. عندما اعتقل الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي تم إطلاق سراحه من قبل عبد الملك الحوثي الذي لا يمتلك أي سلطة، وهذا يشير أي سلطة أقصد أي منصب وليس سلطة، هو فعلا هو مالك السلطة الفعلية لكنه لا يمتلك أي منصب رسمي، وهذا يشير إلى أنهم هم من يمتلك السلطة، هو من يعتقل، هو من يفرج، هو من أيضا يمتلك المال، جميع الموارد والأموال تذهب لهم وهم الذين يتصرفوا بها، جميع القنوات قنوات التلفزيون الإذاعة الصحف الرسمية كل وكالة سبا هي تحت سيطرتهم الفعلية والمباشرة والكاملة. يعني تجد كثير من البيانات التي تصدر في وكالة سبا ترفضها الوزارات أو الوزراء. يوم أمس وزير الداخلية التابع للمؤتمر رفض التصريح وكالة سبا الذي نسبت للداخلية بما يخص مسؤول المؤتمر الشعبي في همدان. كل هذه التفاصيل تشير إلى أن المسيطر فعليا هو الحوثيين، وبالتالي أنا عندما أوجه للحوثيين هم الطرف فعلا المباشر والمسيطر على الأرض، أشكرك سيد وهم الطرف المعرقل والطرف الخطير والطرف الذي يجعل من العملية السياسية أو عودة إلى المفاوضات أمر صعب جدا بسبب طبيعة هذه الحركة. هذه الحركة ليس لديها أي رغبة بأي شكل من أشكال الشراكة مع أي حد، ليس لديها حتى بشكل من أشكال المحاصصة، فكرتها ونموذجها في الحكم وأفكارها الدينية والمتخلفة لا تجعلها تنسجم مع أي طرف كان، هي تريد أتباع، وحتى أتباع أيضا ليس أتباع فقط خانعين لها 100%، وربما في فترة لاحقة لو تمكنت من الحكم لن تحتاج حتى إلى هؤلاء الأتباع. ولهذا جزيلا أستاذ عبد الناصر، مضطر لمقاطعتك، انتهى وقت هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك عبد الناصر المدعي المحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، وأيضا الشكر موصول لمختار رحبي مستشار وزير الإعلام كان معنا من القاهرة. في الختام تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.